علا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتبسطتوا؟ انا اتبسطت جدا. كنت يا علا؟ الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. انا كنت بس يعني قصدت ان هي تنزل اول عشان اضمن ان هي تنزل، ما تخافش يعني. ممكن انزل انا وبعدين هي تحصل حاجه فتقول لهم لا مش هنزل مثلا، فاهمه؟ مثلا كانت الفكره دي. فقلت لها لازم يعني خليها تنزل الاول. وبعدين لما نزلت لا بصراحه يعني جات لي حاله كده اتبسطت جدا يعني، قعدت اقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لان الفري فول كتير. طيب قبل ما نكمل كلامنا عايزين نسمع الفويس نوت اللي انت سجلتوها. اه ماشي. انا متحمسه ان انا اعمل سكاي دايفنج من بورسعيد، وطبعا خايفه جدا وقلقانه، بس عاوزه اكسر الخوف اللي جوايا واعمل حاجه ما عملتهاش قبل كده. لا متحمس جدا، حاسس ان انا هتبسط، وحاسس ان انا يعني هشجع الناس بعد كده ان يعملوها كتير ان شاء الله. يا رب. انا كنت حاسس. اشوفكم على خير يا جماعه. لا انا عايز اسالك بقى، انت كنت عايزه تكسري حاجه كده، اتكسرت ولا لا؟ انا مبسوطه ان انا جربتها، يعني انا يعني اقول للناس اللي هم بيخايفين قوي ان هم يكسروا الخوف اللي جواهم ان هم يجربوا كسر الخوف ده، يبقى ما تقعديش دايما خايفه من حاجه وخايفه تعمليها اللي هو انا خايفه، لا اكسريها واعمليها مره، عجبتك اعمليها تاني، ما عجبتكش يبقى انت عملتي الاكسبيرينس. بما اننا في بورسعيد ومن اشهر الافلام اللي اتصورت هنا فيلم اشاعه حب، لو الفيلم هيتعمل تاني كل واحد فيكم هيحب يعمل دور مين من الابطال بتوع الفيلم؟ انا كده هعمل عمر الشريف طبعا. ماشي. وانت يا علا؟ نعمل سعاد حسني. نعمل سعاد حسني. نعمل سعاد حسني. هتعملي مين؟ نعمل سعاد حسني. داوود وعلا اتبسطنا جدا جدا معاكم النهارده، اتمنى انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا. الحمد لله. ميرسي جدا ليكم. هنختم اللقاء بتاعنا بسيلفي مع المكان الجميل اللي احنا فيه، حديقه فريال. وشكرا جدا ليكم. ماشي.